يكون تم استبعاده من تولي المراكز القيادية لأنهم لم يسيروا في ركب النظام. وكم وكم وكم، نعم كانت مصر أساتذة الأفاضل تدار من فئة بعينها، أسست مدارس للفساد والاستغلال والمحسوبية، باعت الأرض في الداخل وأفقدت مصر هيبتها في الخارج لتحقيق مصالح ضيقة على حساب دموع الشعب الصابر المحتسب. وفجأة طفح الكيل وأذن الله بثورة بيضاء زينت بدماء الشهداء الأبرار. نعم ثورة شهد لها العالم، ثورة الحناء الله، ثم جيش الشعب الذي رغب الانصياع إلا لضمير الأمة. ولما كانت المرحلة الانتقالية غاية في الخضوع والدقة، لذلك توكلت على الله ورشحت نفسي لرئاسة الجامعة لا بهدف الوصول إلى منصب أو نفوذ، وإنما رغبة مخلصة في خدمة الوطن وإعادة جامعة طنطا إلى المكان الذي تستحقها. رشحت نفسي لأحقق بإذن الله. عدالة كانت ولا تزال غائبة. لو قدر الله لي سبحانه وتعالى النجاح فسيكون محتوى برنامجي مال. أولا سأعرف بسرعة على السيرة الذاتية حتى لا أضيع الوقت على حضراتكم وأكتفي بعرضها. أنا رئيس قسم الموافقات، حصلت على لسانس القانون عين شمس 81، دبلوم القانون البنائي 82، دبلوم القانون الخاص 83، درجة دكتوراه في المرافعات، اختصاص الجيش في قانون المرافعات 91، وعيد بقسم المرافعات في كلية جامعة القاهرة فرع الخرطوم 83، مدرس مساعد 84، مدرس بقسم المرافعات 91، نقلت إلى كلية الحقوق جامعة طنطا في 94، تم الإعراف إلى كلية الشريعة والقانون بجامعة العلم بدولة الإمارات 96 ل 2000، عيد وظيفة أستاذ مساعد بدءا من 99، قمت بأعمال رئاسة القسم وحتى الآن أقوم برئاسة القسم، عضو نشط في مجلس الكلية، أحب الحق والعدل وأكره الظلم والفساد والنفاق بكل أشكاله وألوانه، وأشهد تاريخي على ذلك محامي النقد والدستورية العليا، لا أترافع إلا بالقضايا التي أستشعر أن فيها حقا وعدلا، عضو بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، مدير مركز التدريب بمركز التحكيم، عضو مجلس أمناء مركز التحكيم العالمي في القاهرة، مؤسس محكمتي التدريب لكلية الحقوق جامعة طنطا وكلية الشريعة والقانون، حصلت على المركز الأول جائزة أفضل بحث في القانون من دولة الإمارات العربية بعنوان حبس المدين المواطن في القانون الإماراتي جائزة العويس سنة 2000 وكلية عشرة 2000 درجة. ساهمت بفضل الله تبارك وتعالى وكنت آخر من في الصف من أعضاء تدريس الشرفاء في الجامعة في ظل جبروت العهد الباقي في كشف الكثير من قضايا الفساد المالي والإدارة والأخلاق، وقد تحدثت الصحف عن ذلك كثيرا، وكنت أقاتل وزملائي شرفاء وحدهم
الاسرائيليه الله الذي في ايجاد اليات قانونيه على ان يتقاضى عضو هيئه تدريس في كليات العلوم والزراعه التربيه النوعيه والتربيه الرياضيه وبعض الاقسام المماثله في الكليات الاخرى على قابل اسميه حق مؤلف. ولماذا حق المؤلف؟ لاني انا وجدت من زملائنا في كليه العلوم والزراعه على وجه الخصوص قد تكون الشعبه مكونه من 3 أو 4 طلاب او 10 أو 100 طالب فيتحرك عضو هيئه التدريس لا يستطيع ان يضع مؤلفا علميا. فاذا وضع مؤلف علميا حتى ب 100 طالب الكتاب هيبقى 300 جنيه وهذا ظلم بين. في المقابل في كليه الحقوق على سبيل المثال وكليه التجاره عضو هيئه التدريس الاستاذ يحصل على دعم للكتاب من الجامعه متوسطه ما بين 40 إلى 50 ألف جنيه. فهل هذا منطق وهل هذه عداله؟ طبعا هذا الموضوع كنت اتمنى ان اطيل فيه الشرح لمده يوم كامل. عندي خطه متجمله عرضتها وانا معيد على الدكتور نجيب شهاب وقت ان كان رئيسا لجامعه القاهره ولكنه عملني باستهزاء وقتها انت بتعرف. لكن هذه الفكره ترابطني ولا زالت تراودني وقد حان الوقت لاطرحها على حضراتكم. نريد عداله للجميع. استاذ في كليه العلوم وكليه الزراعه لم يحصل على شيء في حين استاذ في كليه التجاره وكليه العلوم يحصل على كل شيء. لماذا تدعم الجامعه الكتاب الجامعي لاستاذ الحقوق والتجاره على سبيل المثال؟ هذه مساله تحتاج الى مراجعه. وطبعا انا بمشيئه الله لو قدر الله عندي الاليات التي سوف اعيد العداله بحيث ان كل عضو هيئه التدريس يحصل على حق مؤلف ويعمل حق مؤلف بتاعه ويكون مذكورا وياخذ مقابل 10,000 جنيه لحد اقصى لا يحصل على اكثر من 50,000 جنيه. يبقى عضو هيئه التدريس في كليه العلوم وكليه التجاره والزراعه وغيرها من الكليات الاخرى المذكوره يستطيع ان يحصل بمنتهى الراحه والاحترام والحب والود وبعدل ولن تظلم احدا على مبلغ يساوي 50,000 جنيه كل عام بدل حق مؤلف. ما على الاستاذ حينئذ الا ان يقدم كتابه مطبوعا لمطبعه الجامعه ومطبعه الجامعه تتولى التوزيع وبهذه الحاله يكون هناك عداله في التوزيع. الحاجه الثانيه العمل وفي اسرع وقت على انشاء مكاتب متخصصه في الجامعه لقضاء مصالح اعضاء التدريس في قطاعات الدوله. مش هروح على الجوازات اجري ورا التقابوس في جامعه القاهره وجامعه اسيوط في كل جامعه مكان لجوازات لورود في بنك في المكان نفسه ممكن يعطيني مصالح الخدمات على الطريق وانا موجود بدل ما اروح الف وارخص سيارتي من داخل هذا المكان. ثلاثه انشاء صندوق للطوارئ يمول من اعضاء التدريس ومعاونيهم بمبلغ رمزي. ماذا تعني اساتذه الافراد لهذا الاقتراح؟ في بعض العمليات الجراحيه الخطيره الجامعه لا تدفع اكثر من 50,000 أو 100,000 والعمليه تحتاج الى مليون فمن اين نمول؟ فلا بد ان نكون متكافئين معا برمز شهري مننا جميعا ونحد من مسائل الصناديق الخاصه اللي هنتكلم عنها بعد كده. نمرة 4 العمل على رفع مكافئات تصحيح او رفع امتحان انها لا سخريه حقا. ورقه الامتحان حتى المحصل ب 80 قرش او ب 75 قرش والواحد ياخد دوره من الاوراق. اولا لا يحقق العداله، ثانيا مفيش مقابل مجزي. هل تتخيلون حضراتكم ان الاشراف على رساله الدكتوراه والماجستير بعد 5 إلى 6 سنوات لا يزيد قيمه المكافاه عن 1000 جنيه؟ هل هذا منطق؟ هل هذا يؤدي الى البحث العلميه التي نريد او نبغي؟ هذا كلام لا يحبط. نمرة 5 اختيار من يتولى القيادات الإدارية لا على أساس الترغيب والمحسوبية والمعرفة الشخصية أو لأني زميل القسم وإنما على أساس واحد والكفاءة والصفتين والقدرة على العطاء. إذا توافر الثلاث حاجات من يتولى يتقدر وكفى للمهمشين المخلصين الذين تركوا المناصب القيادية لأنهم خافوا من التلوث أن يتقدموا في هذا الوقت الحاسم. نمرة 6 المحافظة على كرامة وهيئة تدريس أثناء التحقيق. رأيت بأم عيني وأنا أستاذ في كلية الحقوق تمارس
طلب من كافه الجامعه للاشراف على احدى الكليات في حال وجود اساتذه من هذه الكليات. هذا ليس من عندي وانما هو تفعيل واعمال لنص الماده 43 من قانون توظيف الجامعات. قانون توظيف الجامعات يوجب على رئيس الجامعه ان يختار من بين الاساتذه الكائنين. اما الوضع الحالي الذي كان في عهد الرئيس السابق والذي يليه كان يتم على عكس ذلك. كان يتم الدوس على القانون بالحزام. يقال له نص الماده 43 لا توجد، يقول لا انا نجبت فلان غصبا عنك وهتكتبه. هذا الكلام المفروض بعد ثوره 25 يناير خلاص باي باي انتهينا. نحن دفعنا دم الشهداء فلا بد ان نحقق العداله ولو الا تطبيق القانون. فاين كان المستشار القانوني من نص الماده 43؟ تم تحت بصر وسمع رئيس الجامعه السابق والاخلق والذي سبق الثلاثه. وانا عندي حاله اظن حاله خاصه بكليه التمريض. كليه التمريض التي للاسف الشديد في عميده منتخبه وفي عميد غير منتخب معين. وللاسف الشديد ايضا بهذه المناسبه في عميد كليه الاداب وهو معين ونحن مجلس منتخب. فهاتين الحالتين كان يتعين اختار محل اعتبار، بل كان يتعين على الاخوه المنظمين للمجمع الانتخابي ان يرجعوا عقد هذا المجمع حتى يتم الفصل في الحكم الاداريه العليا مثلا حتى تكون المسائل واضحه. تسعة جهاز امن داخلي خاص بالجامعه تابع لاداره الجامعه. نمره 10 تفعيل الخدمه الصحيه. نمره 11 مهمه جدا بقى. نمره 11 احترام وتنفيذ احكام القضاء الصادره لمصلحه طالب او طلبه التدريس. جاهدت بنفسي في مجلس كليه الحقوق عند احد الطلاب وابوه مستشار قد حصل على حكم مفصل تفصيلا واقول تفصيلا وانا مستعد لتقديم كل الاوراق واللي عايز يعمل حاجه يتحدى. حصل على 24 درجه تراكمي دون وجه حق لا يشيء الا انه عشان يدخل النيابه العامه. في المقابل عندما طرح الامر في مجلس الكليه طلبت منهم وقلت لهم سووا الجميع ما دام اللي حصل كل قالوا لا الحكم نسبي وانتهى الحدود. حالاته مثل كثير لا يحصل على الاحكام القضاء عندنا في كليه الحقوق الا ابناء المستشارين. واقول هذه ملي فن وهذا ظلم. هذا يؤدي الى ضعف الامتناع عند الطلاب يعلمون الاحكام جيدا وعندما يرفعوا قضيه بطريقه ليه؟ لان ابوك رجل كان بيرفع. بالنسبه لاعضاء التدريس اي اعضاء التدريس ياخذ حقه في حاله مماثله يقول لك جه رفع قضيه. لا انا لو قدر لي الله لو جه حكم حالات مماثله اطبق مباشره على الجميع. لما ارهق عضو التدريس وارفع قضيه مماثله؟ نمرة 12 وضع خطة عاجلة لمواجهة الأزمات والطوارئ والأمراض. ما دفعني لهذه المسألة من كم شهر كده حصل في إسهال لبعض الطلاب في المدينة الجامعية. كل واحد في ناحية. الطلاب يقول لك عندنا فيروس ورئيس الجامعة كلها ما فيش والجرايد تكتب. لا احنا عايزين جهاز خاص بالطوارئ. جهاز خاص بالطوارئ ياكل من حد من اساتذه كليه الطب من استاذ من كليه الحقوق واي استاذ اخر من احدى الكليات الاخرى. ده الجهاز ده يبقى مختص بيه الطوارئ اي طوارئ يحصل في الجامعه. ما تبقاش العمليه عشوائيه. اما عن الخطه الاتيه ففيها تتضمن اخطر موضوع اعتقد سوف استقتل في تطبيقه باذن الله. العمل على تعديل قانون توظيف الجامعه. العهد الفاسد البائد الظالم كان يضع القوانين لإذلال بعض الناس. قوانين مصر تحتاج إلى عشرات السنوات حتى تنقى. من ضمنها قانون تنظيم الجامعات. قانون تنظيم الجامعات يحتاج إلى أهم حاجة في هذا القانون هي تعديل المرتبات لأعضاء التدريس. لماذا القضاء له كادر خاص ومن يربون النشأ لا يحصلون إلا على الفتات؟ كانت هذه الخطة مدروسة من النظام البارد لل
يوقنون الاخرين. لماذا؟ اعادة هيكلة وصفة الجامعة وتحدثها تحتاج الى كثير من الكلام. يا ريت ما كنتش فاهم. بعد كده النقطة اللي جاية بقى توفير، توفير وحماية المال العام. حضراتكم خطتي قد اتهم فيها بالقرعة المصيبة او الحماس غير المشروع، ولكني اقول اول شيء
بعد من ذلك كليه الطرق اشتكوا لي المره اللي فاتت بعد الثوره وقالوا لي دون الكارت وخدوا منها الفلوس والنتيجه ما عرفتش حلت. لا انا بطالب نحن جامعه محترمه وانا اعتزت انني استاذ في كليه الطرق جامعه طنطا وانا عايز جامعه طنطا لا تكون اقل بل تكون اكبر. نعلن المجال زي جامعه القاهره. لماذا؟ العمل على تحديث ورش الهندسه واتخاذ اللازم مجانا ضروره تبديل المزرعه. اما بالنسبه للمزرعه فحدث ما لا حرج. هل تتصورون كليه طب بدون مستشفى؟ الاجابه لا. عندنا مستشفى، عندنا مستشفيات. هل تتصورون كليه زراعه بدون مزرعه؟ انا فؤاد ولم اصدق الزميل الذي نقل لي ان كليه الزراعه ليست لها مزرعه. والله لو سعى رئيس الجامعه السابق او السابق او السابق كلهم كان لي معهم مواقف ومواقف في الحق والعدل، لا بشخصيه، شخصيهم كلهم محل اعتبار، لكن مواقف حرصا مني على المال العام لا اكثر ولا اقل وعلى العدالة. كليه الزراعه ما عندهاش مزرعه، طب الطلاب اشتغلوا ازاي؟ خارج. طب ازاي انافس وبتقول لي نافس بره؟ انافس ازاي؟ ما انا ما عنديش الفرد ما بيعرفش. اكثر من ذلك هل تتخيلون حضراتكم المفاجاه الاشد؟ كليه التربيه الرياضيه بدون حمام سباحه؟ انا موافق ما فيش حمام سباحه بس انتوا قسم السباحه. ارجوك خالص. انما نضحك على الناس ما ينفعش. عمل دورات لتدريب الكادر الاداري لشؤون الطلاب. تدريب الطلاب المتفوقين. ما لازم احسس الطالب هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون؟ الطالب المتفوق اديله حقه. ورث له كلام. قال عن البحث العلمي والدراسات العليا فاحنا عندنا عشوائيه في الدراسات العليا، عشوائيه وانا بقول بكلمه النص. نتكلم عن جودة؟ الجودة ورقية. الجودة ورقية، الجودة ورقية. هل تتخيلون مراكز الجودة اللي بتعلم الجودة؟ أنا كنت واخد دورة أستاذ مساعد وأفاجأ بالأستاذ المحترم المحاضر يقول لي كيف تعد المحاضرة بعد 20 سنة؟ يقول لي كيف تعد المحاضرة يا ابني الجودة؟ ولا تصير فلوس. كانوا يلتقوا بعض الأشخاص. توظيم دورات للمعيدين والمدرسين المساعدين. بعد كده خدمة البيئة والمجتمع. بيئة الجامعة بيئة قد أمن مثلها ونريد أن نجعله صالحا مرة أخرى بفضل الله. لأني أنا مش هقدر أكمل في البيئة إلا إذا كانت بيئتي أنا سليمة. إذا كنت أنا ببص لزميلي باخد 200,000 وأنا ما باخدش حاجة. بصحى مذكرة برنامج الطلاب.
حق العدالة أولا بين أعضاء التدريس سيزودون من نفسهم. أقول لحضرتك حاجة، حضرتك أنا أستاذ بدخل محاضرتي في مواعيدي، أنا ملتزم، حضرتك ملتزم، في ناس تاني بتدخل محاضراتها ما ده جودة، نوع من أنواع الجودة، في ناس تبقى الطلاب 3000 طالب مستنيين وهو بيشرب شاي قهوة ويقول لك قول لهم اعتذار. أين الجودة؟ لأن مفيش جزاء. ونحن في قصاص حياة يا أولي الألباب، كل واحد لما ياخد حقه يعطي ويأخذ ده يتم. وبعد كده حضرتك لما تبقى أستاذ مقهور، هل يا أستاذي العزيز تتخيل إن كلية يبقى فيها 2 أساتذة ويفرض عليهم فرضا أستاذ من الخارج ومخالفة للقانون؟ ألم يعلم المستشار خلص المادة 43؟ ألم تعلم أن هذين الأستاذين المحترمين قد قيست كرامتهم؟ هل تعلم إنه تم تعيين أستاذ مساعد في مخالفة للقانون وفي وجود 2 أساتذة؟ ما هو السبب؟ إن عرض لي السبب قل لي. عندهم مخالفات بيستاهلوا السيل على بال عام، لكن مفيش حاجه خالص. المساله بالمزاج، جامعه طنطا كانت تدار بالمزاج وانا اعلم ذلك جيدا. حضرتك في موضوع عايد لينا تم مساومتي عليه، كان تحقيق عندي 3 دم فتوى وكلكم تعلمون ذلك، وضغط علي من الاجهزه الرقابيه وتم تهديدي بخطف ابني او بنتي، لان الدكتور هاني السرور هو كان صاحب المصلحه، خليته من التحقيق بتاعي 9500 فلتر يرجعوا وحولت الورقه نيابه الاموال العامه العليا. حاول في رئيس الجامعه السابق والعمليه بقت كله سابق دلوقتي، حاول فيه كثيرا ورجاني كثيرا واللي انت عايزه، رفضت لان كنت صاحب ماده عرض علي العماده رفضت وثلاثة سالوا شيئا عني. حضرتك المسائل كثيره وفي الامور ما هو اكثر، والله عندي اوراق لو فتحت فيها تحقيقات بتجيني من ناس ما اعرفهمش على فكره، مغريب كده لان عارفيني في الحق قوي، فمش عايز يعني اطول، انا اسف جدا. المساله ايه؟ ولذلك انا بعترض على حكايه نص ساعه ونص ساعه دي، مساله يعني فيها غبن شديد. هل واحد يعرف برنامج يا اخوانا خطه استراتيجيه لمده 4 سنوات ياخد نص ساعه ونص ساعه؟ هل هذا منطق؟ انا مش شايف ان ده منطق مطلقا يعني. هذا رايي. وتركت الدنيا وما فيها من اجل ذلك، وكنت اعد مذكره في الطعن في الدكتور استاذ الدكتور حلمي شلبي والدكتور زين العابدين عميد الاداء، لان احنا مجلس منتخب عايزين ناس منتخبين، ليس العيب في اشخاصهم، اشخاصهم فوق راسي، ولكن نريد ان نغير الواقع. لماذا تمت التعليمات من رئيسه الجامعه بعدم اجراء انتخابات في كليه الاداء؟ سؤال انا عارف استعجال، فانا طبعا مواعيد الطعن عدت لان وفاه والدي اهم عندي من الدنيا وما فيها. شكرا.
للاتصال. للاتصال سببه الظلم وعدم الثقة. انا دلوقتي في اوضه التدريس، انا عايز اروح مثلا للهيئات القضائيه عشان اعرف لاولاد الخريجين، لابد ان يكون انا نفسيا مرتاح عشان اروح. مشكله يا ستر ولا ايه؟ لازم اكون مرتاح واخد حقي جامعتي. انما دلوقتي حضرتك هتقول لكليه العلوم، كليه العلوم عندهم فدانين ثلاثه ما عندهمش مزرعه، هتقول لهم ارتبطوا بالناس اللي بره. اذا كان الطالب ما بيتعلمش حاجه ما عندوش حاجه اصلا. فانا شايف بالنسبه لحضرتك في قضيه فساد بتثار دلوقتي في مسائل عديده خاصه بالمال العام في الجامعه، في قضايا فساد كتير. انا لا اشك في ذمه احد، انا بقول الاوراق تنطق، الجهاز تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات اطلب. وعلى فكره من ضمن البرنامج بتاعي ان شاء الله لو قدر لي الله البرنامج تقرير الجهاز المركزي سوف انشره، مش يستخبى واللي يعلنه ياخد جزء ويتشرب بيته. لا، في قضايا فساد نعرفها، في خطا في كليه الهندسه، في خطا في كليه الحقوق نعرفه عشان نعالجه، لان مصر دي كلها بتاعتنا. على فكره هذه الفرصه لن تتكرر لحضرتك، انا بتكلم بمنتهى الامان، انا لا ابحث عن جهه ولا سلطان، انا عندي مكتب شغال والحمد لله ومرفوض، وهقفل مكتبي لو قدر لي الله، لكن انا بقول ان احنا مش عايزين نحن حدود الجامعات الاخرى التي ربطت وظبطت، احنا عايزين اصلاح للجميع والكل يشعر بالعداله. اهلا وسهلا، مش عايزين يبقى نرجع الى الخد وكانك ابو زيد زي ما بيقولوا بدا زيد. وشكرا، انا اسف يا حضرتك. عارف ان احنا ارتكاز في الجامعه العمليه التعليميه والجامعه كلها هو افضل التدريس ورفع الطلبة الصغيرين. ورفع الارتكاز في العمليه كلها هو افضل التدريس. ففي قضيه حضرتك اقتراحها للمشروع الصغيرين وهو بغض النظر عن القانون المهين الجديد او القديم، في الاخر هنتعامل مع واقع وليس مع ذلك ثقيله جدا. القضيه اللي وجهه نظر مهمه قضيه تقارب اعضاء المتدريس، وخصوصا في دول مصادر الدخل في الخارج، كليه طب عندهم عيادات، هندسه بعضهم عندهم مكاتب، حضرتك عندك مكتب، فنتخيل ان ابن عيمان هيحارب هيقف ضد عبد الله. تصورك لقضيه تقرر وضع التدريس في الجامعه في زهره كاترين هيمان في هذا الموضوع. يسري للطلاب، لان بجيب لهم قضايا من الواقع مش كلام نظري. الطبيب والمهندس هكذا الامر، فاتح مكتبه فالى اخر، لكن من يتولى مركز قيادي لابد ان يغلق محل عمله حتى يتفرغ للجامعه. يعني انا تفرغي انا حسبته مع نفسي حتى قبل ما اترشح، شاورت اولادي اعترضوا، منهم من اعترض ووافق من وافق، ولكن قلت انا اخصص وقتي 70% للجامعه، هذا ما استطيع، كل ما استطيع 70% من وقتي سيكون على المتطلب، وبمناسبه وقت في الجامعه مش هقعد احقق وظيفه واتكتك، لا، ده انا هنزل الكليه، انا هنزل موقع العمل، مش هنزل عشان اراقب ولا هنزل على جميل، لا، ده انا هنزل اتعب. ما عندكش مكتب؟ يجي مكتب. ما عندكش مزرعه؟ دي مسؤوليتي انا كرئيس جامعه، مش مسؤوليه كليه الزراعه، انا ممثل الجامعه، في القانون رئيس الجامعه هو ممثل الجامعه. ده حكايه الدكتور عادل بيقول ان في مزرعه كنا هناخدها لو ما لقيتش حد يفضل، لا افضل. حضرتك انا داخل حسبة لوجه الله، انا لم ارغب في شيء. انا ايام الدكتور عبد الفتاح صبر عرض علي عشان اتنازل عن طلب الاحاطه من الدكتور شريف عمر ربنا يمسيه بالخير، قال لي اللي انت عايزه وبتنازل عن الطلب رفضنا، وفي ناس في المجلس موجوده، فين جمال الجمل؟ موجود. تعرضت وقعدنا حلقه نقاش واتفقنا وقالوا لي تقبل، قلت لهم اسف حرف ذلك حدث ان لم يحدث. فهي المساله حضرتك كل شيء مدروس ومحفوظ، وعلى فكره سوف ادير الجامعه.